سلام بنات الدراري، نتمنى تكونوا بخير. نتمنى يكون عجبكم الفيديو الاول اللي درت فيه على الطفل القسطى. الا كتعجبكم نوع هاد الفيديوهات دير ابوني، وانا متاكد ما عادش تندم، وداكشي اللي جاي في المستقبل غادي يكون واعر ان شاء الله. القصه اللي نهضروا عليها اليوم هي ديال واحد المراه اللي انتشرت بزاف في هاد الاواني الاخيره في تيك توك، واللي كتبان في الليل وكتقاد دير واحد الشطحه غريبه بزاف، ولا دارت وشافتك كتجبد واحد الموس من يديها وكتجي تابعك. عندك صحبت لكم كتجري شي جريه عاديه ديال شي مراه؟ لا 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 لا، خطنا راه كطير هشام الكروج. نجيتكم واحد الحاجه، هاد الفيديوهات اللي بانوا راه تشهروا في تيك توك، لهذا ماشي 100% غادي يكونوا كاملين حقيقيين. نجيتكم واحد الحاجه اخرى، هاد الفيديوهات ما بانوش غير في صربيا بوحده، ولكن بانوا في جميع انحاء اوروبا. المهم في هذا الفيديو ما علينا حنايا غير نحللو داكشي ونعرفو الحقيقه ديال هاد الناس اللي كيشطحوا في الفيديوهات في النص ديال الليل. لهذا الا كنتي متشوق تعرف بزاف ديال الحوايج على هذا الموضوع، كمل الفيديو حتى الاخر. نزيدكم واحد الحاجه، الا وصلت هاد القناه ل 500 ابوني غادي ندير لكم واحد ديال الجيف اواي. ما نعطيكمش بزاف ديال التفاصيل حتى توصل ان شاء الله القناه ل 500 ابوني. لهذا صيفطوا الفيديوهات لصحابكم وكثروا البارطاج بزاف باش يوصل هاد الفيديو لبزاف ديال الناس. نتمنى نكون ضيف خفيف على قلبكم ونبداو. السيدي القصه ديال هاد المراه بانت في 2019. القصه بانت مع واحد الثلاثه ديال الدراري كانوا خارجين في قصه معطله من الليل، كانوا ماشيين بثلاثه بهم في واحد الطريق ماشي راجع لديورهم، يمكن كانوا في شي مدرسه ولا ما نعرف. هما ماشيين في الطريق بانت لهم واحد المراه واقفه في النص ديال الطريق. صافي هما ما عطاوش للموضوع اهميه، بقاو ماشيين مع الطريق. مع بداو كيقربوا ليها بدات كدير ليها واحد الشطحه اللي عندهم تقليديه تما في صربيا. هما جاهم داكشي عادي، قالوا يمكن شي مراه شويه عندها شي اختلال في العقل ديالها. مع زادو قربوا ليها بزاف خدنا جبدات واحد الموس وجات تابعاهم. خوتنا مع شافو داك المراه تابعاهم اكسيفو مود حكيمي وعلقوا. تو ديريكت عند البوليس بداو كيعاودوا لهم داكشي كامل اللي وقع. البوليس مشاو معاهم لداك البلاصه، من وصلوا ما لقاو والو. الدراري بقاو كيحلفوا ليهم وما يمكنش تكذب ثلاثه ديال الدراري في دقه واحده. وما انتشرت هاد القصه ديال الدراري، بدات كتظهر بزاف ديال المدن تما في صربيا، وماشي قصص راه غير في صربيا بوحده. هاد الفيديوهات بانوا في تقريبا اوروبا كامله، ولاش ما نقولوش العالم كامل بداو كيبانوا في بحال هاد الفيديوهات. وهاد الفيديوهات لقاو واحد الاقبال كبير بزاف، بداو كيبانو بزاف ديال هاد الفيديوهات زعما ديال واحد المراه كتكون في الزنقه كتشطح وداك الشطحه. Jeste dobro? Jebote, šta radi ona? كتشوفك كتقول لك اجي تشطح معايا، انت بطبيعه الحال ما غاديش تمشي تشطح معاها، راه بعقلك زعما. ملي كتشوفك رفضتيها كتجي تابعك بواحد الموس، الا شداتك راك سنة صافي مشيتي. زعما كتسنى هادشي تعرض عليك، راه ضروري صافي هز موس في يده وتابعك، شنو كتسنى دير؟ باش نكون معكم واقعي، بحال هاد الفيديوهات اللي دوزنا راه كاينين منهم بزاف، يعني راه ماشي ضروري ولا 100% غادي يكونوا كامل من هاد الفيديوهات صحاحين. حيت الا فكرنا منطقيين بامكانك انت ولا انت بنت ولا انت الا كنتي دري تقدر تجيب شي مرا تلبسها لباس ديال العيالات صافي وتديها لشي شارع يكون خاوي صافي وتبدا كديري داك الشطحه عادي هكذا وانت غادي تصورها تعطيها موس بيديها ما غادي تدور ما عندك غادي تتابعك، يعني كلشي يقدر يحرف هاد الفيديوهات. دونك الا فكرنا منطقيين غادي نعرفوا بان هاد الفيديوهات الاغلبيه ديالهم يقدروا يكونوا ماشي حقيقيين. ودابا غادي نوريكم واحد الفيديو ديال واحد البنت اللي باينه فيها عربيه خرجت للشارع ديال صربيا في الليل وبدات كدور تما وبغات توري للمتابعين ديالها زعما فين غادي تقد تلقى الراقصه الصربيه. خليكم مع الفيديو تشوفوا شنو غادي يوقع. كنت انتظر العجوز اللي ترقص تطلع لها، لولا تعليقاتكم ما كنت بعرف عنها اصلا. ما
وين العجوز؟ أنا لولا تعليقاتكم ما كنت بعرف شو هاي أصلاً العجوز. كتير كتبتولي تعليقات. عم جوليا طلعت كمان بتعرف؟ تخيلوا عن جد هاي تطلع لي. ليك أنا عم دور كمان. سنين الكراج مفتوح، كراج السيارة. كما كتشوفوا في هذا الفيديو مرة خرجت كندور في الشوارع، الشوارع خاويين، كل شيء عادي، يعني ما بان حتى شي حاجه اللي تلفت الانتباه ديالنا. الناس ما كاينينش، ما كيدوروش كاع، الطوموبيلات ما كاينينش، صافي اختنا بقات كدور بحيث داك الشارع. ملي لحقت الفيديو انسان عنده العقل غادي يفكر بانه راه صافي فيديو عادي، ما كاينش داك الشيء اللي كيقول بان راه كاينه واحد الراقصه صربيه وداك الشيء. ولكن كاين شي نوع ديال الناس اللي قدروا يشوفوا داك الشيء يقولوا هادو مؤامرات ولا كانت شي لعيبه تما وشي حاجه، راه ما عارف بنادم كيبغي يزيد فين، كيبغي يغرق في المواضيع. نقش شي واحد في الكومونتيرات وكتب لها بغينا الجزء الثاني. هي داك الساعه ما عطلاتوش، داك الساعه دار الجزء الثاني. نخليكم مع الفيديو تشوفوه. نبغى جزء ثاني. انا ما انتبهت غير من التعليقات عم تقولوا لي ورا السياره ورا السياره. ف اللي ورا السياره انا بالنسبه لي مقتنعه او عم بقنع حالي، يا اما قطه، يا اما ضو، يا أما حدا عم بتغالظ معي وعم بضويلي أو عم بيصور، حدا عم بتهاضم. هاي سكت القطار، تتذكروا لما صورنا هون فوق؟ بتزحلت الأرض. ليكو قد ساعة 8:15 المساء. هذا البيت اللي خفتوا منه. هاي شباك، هاي باب، هو له أكتر من باب البيت. ليكو في شبابيك كتير وبواب. شفتوا قد الساعة؟ عشان ما حدا يقلي طالعة بنص الليل. في غرفة غسيل هون. نطلع على التليفون نشوف. المنظر بخوف، عم بتخيل يطلع لي شي ضوء. رح أضوي فلاش. عتمة كتير جوا. قناتي رعب. لما بكون برا بكون كل شيء مأمن. كما كتشوفوا الفيديو راه عادي، بنادم اللي كيبغي يحكر على الهضره بزاف وصافي. مره خرجت بس كتدور في الشوارع بغات تبين لنا الحقيقه ديال هذه الراقصه الصربيه. خرجت للشارع مع وقت متاخر من الليل، ما لقات والو، كلشي داخل من ديورو، ما كاينش زعما، وكان واحد الوقت مناسب باش تبان هذه الراقصه الصربيه. يعني ما داكشي ما كاينش، داكشي انسان عادي كيشد داكشي كيجيب مراه، كينبسح حوايج كيدير الشارع يكون خاوي، كيبداو كيمثلوا باش ياخذوا المشاهدات بزاف وتشهروا. هادشي اللي كاين
دونك ما كاينش علاش نحكروه على هذا الموضوع بزاف. نزيدكم الفيديو الاصلي راه بان في 2019، يعني 2019 لدابا ما لقاش واحد الاخبار، ولكن في 2023 صافي من تشهر داك الفيديو ولات التفاهه بزاف، تشهر داك الفيديو بنادم ولا باغي ياخذ المشاهدات بزاف. شي علاش بغيت نقول لكم بان راه ماشي اي حاجه شتيها في مواقع التواصل الاجتماعي راه خصها تكون صحيحه، واكثر يا تيك توك راكم عارفين فيه التفاهه بزاف، وبنادم باغي غير يدخل الفلوس واللايفات وكبس لي كبس لي، راكم عارفين اللي كاين. صافي هادشي اللي كاين في هذا الفيديو، نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ولا بغيتو بحال هذا النوع ديال الفيديوهات خليوها لي في لي كومونتير. هادشي اللي كاين في الفيديو، وداك ابوني الحمراء بغيتك دابا ترد الدار ماضيه وترد داك اللايك حداك ليه. كما وعدتكم نوصلوا ل 500 ابون غادي ندير لكم واحد الجيف اواي، وهو الانستغرام ديالي وهو الكونت ديال التيك توك ديالي، كنلوح فيهم فيديوهات قصيرين. المهم نتلاقاو في ساعه الخير، تهلاو.